وكانت قوة عراقية خاصة تمكنت من تحرير الأمريكيين الثلاثة الذين اختطفتهم مجموعة مسلحة في وقت سابق بمنطقة الدرة جنوبي العاصمة بغداد. وأوضح مصدر أمني أن جهاز المخابرات العراقي تمكن من تحرير الأمريكيين الثلاث الذين اختطفوا الشهر الماضي على يد مجموعة مسلحة مجهولة في منطقة الدرة، لافتا إلى أنه تم تسليمهم إلى الجانب الأمريكي بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق بالحادث.